والحزن زاد تعمق بسبب الضغوطات اللي عايشينها توا عام والتدخلات السياسيه الهادفه لعدم الكشف على الجنايات على حد تعبيرهم. متابعه للطفي المشري. للعام الثاني على التوالي أرملت أبناء وأفراد عائلته يقضيوا عيد الإضحى في غيابه. فراغ كبير خلاه في قلوب الناس اللي حبوه عشمعة هو الشهيد لطفي نقذ المنسق الجهوي لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين اللي تم الاعتداء عليه حتى الموت في مثل هذا اليوم من سنة 2012. اليوم عيد مستنسين كي يبدأ بالبول يبدو فرحانين بالعيد ويبدو حذروا له في لكن عم نول كان قريب برشا معناها وسنا زادا كيف كيف معناها حتى في العيد هذايا سنا عيد عادي من اللي امتدت ايادي الغدر وازهقت روح المرحوم لطفي نقذ ما عادش عندنا حتى لا انا لا ولاده ما عدناش عيد. سنة مرت بعد الاعتداء القاتل اللي استهدف المرحوم لطفي نقذ من قبل عدد من المحتجين في مسيرة لروابط حماية الثورة وأنصار لحركة النهضة وبعد عام ما زالت الأنفس لم تهدأ وصوت العائلة يطالب بالقصاص وخاصة عدل القضاء بعد ما تم إنزال سقف التهم الموجهة للجناة. يا رسول الله ماشي خدمته يخدم على روحه وهم دخلوا عليه وقتلوه غصب وبعتالي طلع أنا خبر اللي يقولوا في معركة وكيفاش مش في معركة خويا قتلوه غفصوه تحت ساقيهم وقتلوه مقتول قتل الناس كلها تعلم تطوين كاملة تعلم اللي هم قتلوه وطوين يقولوا هذا قتلوه هذا مات في عركة وكل شيء كيفاش هذا يتبدل الكلام في ليلة ونهار. أرملت المرحوم عبرت عن تمسكها بضرورة الكشف عن كل اللي وقفوا وراء جريمة الاغتيال وحرض القتلة مع أملها في أن تقوم الجمعية اللي تحمل اسمه بتقديم أكثر ما يمكن من مساعدات لفاقدي السند واليتامى. نسكروا.